بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 31. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الشفعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. قال رحمه الله: باب الشفعة. الشفعة لغة مأخوذة من الشفع، وهو خلاف الفرد، لأن الأعداد فردية وزوجية أو شفعية، تسمى زوجية وتسمى شفعية. فالشفعة مأخوذة من الشفع وهو ضد الفرد، وذلك لأن الشفيع فيها يضم نصيب شريكه إلى نصيبه، بدل أن كان نصيبه منفردا فإنه بالشفعة يضم نصيب شريكه، فصار نصيبه مشفوعا بدل أن كان منفردا. هذا معناها لغة. أما معناها في الشرع أو في اصطلاح الفقهاء فهو استحقاق الشريك، انتزاع حصة شريكه بمثل الثمن الذي استقر عليه العقد. مثلا إذا كانت أرض مشتركة بين اثنين فأكثر، ثم باع أحد الشركاء نصيبه، فللشريك الباقي الذي لم يبع أن يشفع، بمعنى أن ينتزع نصيب شريكه الذي باعه، ينتزعه من المشتري، ينتزعه من المشتري بمثل الثمن الذي اشتراه به، فيحل محله ويضم نصيب شريكه إلى نصيبه، لأن في هذا دفعا للضرر عنه. فإثبات الشفعة من محاسن الشريعة، إثبات الشفعة من محاسن الشريعة، لأن فيه دفع الضرر عن الشريك، وفيه المنفعة له بأن يتوسع بنصيب شريكه وينتفع به، لأنه لو دخل عليه شريك آخر أجنبي ربما لا يتلائم هو وإياه، وأيضا ربما أن الشريك الجديد يطالب بالقسمة، فيتضرر الشريك إذا قسم الملك. فمن أجل هذا أعطاه الشارع حق انتزاع هذا الشخص المبيع وضمه إلى نصيبه، ويستخلص الملك فيكون كله له أو أغلبه له، يندفع الضرر. ولها شروط ستة ستأتي يسوقها المؤلف إن شاء الله، ودليلها من السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الشفعة فيما لم يقسم،
فإذا قامت الحدود وبينت الطرق فلا شفعة. حديث قضى بالشفعة، قضى أي الرسول صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم. فإذا وضعت الحدود وبانت الطرق فلا شفعة. قوله صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بصقبه منتظر به وإن كان غائبا. وقال جمهور أهل العلم بمقتضى هذا الحديث وهو ثبوت الشفعة. نعم. لا الشفعة وهي استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد يشتريها. مثلا أرض بينهم أو دار بينهم أو بستان، وباع الشريك نصيبه وبقي شريك لم يبع، فللذي لم يبع أن ينتزع نصيب شريكه من مشتريه ويعطيه الثمن الذي شراه به ويعود النصيب إليه. هذه هي الشفعة. نعم. مسألة: ولا تجب إلا شروط سبعة، أحدها البيع، أحدها أن يكون نصيب الشريك انتقل ببيع، انتقل ببيع. فإن انتقل النصيب بغير بيع كالميراث مثلا أو بالهبة أو بالصداق بأن جعله صداقا، فإنه لا يحق للشريك الشفعة فيه، لأنه لم ينتقل ببيع، وهو إنما يأخذه بالثمن، وهنا ليس هناك ثمن، هبة أو ميراث أو صداق لامرأة، ليس هناك ثمن يطلب منه إذا أخذ نصيب شريكه. نعم. أحدها البيع، فلا تجب في مرغوب ولا مرغوب. كذلك لو وقف نصيبه، أحد الشركاء وقف نصيبه، ليس للشريك حق الشفعة فيه لأنه لم يبعه وإنما سبله. الشفعة إنما تثبت في البيع فقط. نعم. ولا عوض خلع، خالع امرأته، امرأته خالعت مثلا امرأة لها نصيب في أرض أو في بيت أو في بستان، وتنازعت هي وزوجها وطلبت منه أن يفسخها بعوض، هو نصيبها من هذه الأرض أو من هذا البيت أو من هذا البستان، قالت: خذ نصيبي وافسخني أرحني، فأخذه وفسخها. ليس لشركائه أن يشفعوا عليه، ليس لشركاء المرأة أن يشفعوا عليها، وليس لهم حق أن ينتزعوه من الزوج المخالع، لأنه لم يحصل عليه ببيع وإنما حصل عليه بمخالعة زوجته. نعم. ولا عوض خلع ولا صداق، أو صداق، تزوج امرأة وجعل مهرها نصيبه من الأرض المشتركة أو البستان أو الدار المشتركة، جعله صداقا لها، ليس لشركائه أن يشفعوا عليه لأنه لم يبعه وإنما جعله صداقا. نعم. فإن شاء الله تكون الشفعة في مبيع. نعم. لما روى جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الشفعة في كل شرك لم يقسم ربعة أو حالة. في كل شرك لم يقسم ربعة، أو حالة. نعم. لا يحل له أن يبيع حتى يستأذن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإن باع ولم يستأذن فهو أحق به، أخرجه مسلم. نعم. هذا الدليل على ثبوت الشفعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بها في كل ما لم يقسم، وقال: لا يحل له أن يبيع
حتى يستأذن شريكه فيقول له أنا أريد البيع، هل لك رغبة ولا ما لك رغبة؟ فإن لم يستأذنه وباع بدون علمه فله حق الشفعة أن ينتزعها من المشتري، له الحق في ذلك لأجل دفع الضرر عنه. نعم. جعله أحق به إذا باع، وأما إذا انتقل بغير عوض كالمرغوب والموصى به والمرغوب فلا شفعة فيه، لأنه ليس له ثمن، لأنه انتقل بدون ثمن فلا تدخله الشفعة في هذه الحالة. نعم. فلا شفعة فيه لأنه انتقل بغير بدل أشبه المرغوب. لكن لا يحل التحيل لإسقاط الشفعة، لأن بعض الناس يحاول إسقاط الشفعة فيبيع شقصه على أحد ويكتبه باسم الهبة، يقول وهبت علشان يقال هذه هبة ليس لك شفعة، وهو في الحقيقة بيع، ومتفقون على أنه بيع ومعطيه ثمن، هذا حرام عليه، لأن هذا تحيل لإسقاط حق مسلم لا يجوز. وإذا ثبت أنه متحيل فإنه يؤخذ منه بالشفعة وتبطل الحيلة، لأن بعض الناس لا يخاف الله، فإذا أراد أن يضار شريكه باع نصيبه على أجنبي وسماه هبة، أو كتب في الوثيقة إن أنه هبة، وهو في الحقيقة تبايع وإياه سراً وأعطاه الثمن، وإنما يكتب في الوثيقة أو صك الانتقال الملك يكتب أنه هبة، يروح يعترف عند كاتب العدل أنه هبة، كاتب العدل ما يدري فيكتبه هبة، وهذا حرام لأنه تحيل لإسقاط حق مسلم. نعم. ولا شفعة فيما عوضه عن المال كالخلع والصداق والصلح عن دم الأب، لأنه انتقل بغير مال أشبه المرغوب. عوض الخلع والصداق هذا ليس لم ينتقل بعوض مال، وإنما انتقل بغير المال. مقابل الصداق هو الاستمتاع بالزوجة، ومقابل الخلع هو تخلية سبيلها من زوجها لتسلم من شره ومن كراهته إذا كانت تكرهه، يعني يسمى فدية، ما يسمى فدية. قال تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، هذا الخلع فهو فدية وليس بيعا، يعني تفدي نفسها من هذا الزوج الذي لا تريده، تفدي نفسها بمال من أجل أن يخلي سبيلها، هذا هو المقصود من الخلع. نعم. ولا شهادة لما عوضه عن المال كالخلع والصداق والصلح عن دم العم، لأنه انتقل بغير مال أشبه المرغوب، ولأنه يعني لو قتل شخصا عمدا عدوانا ووجب عليه القصاص وقال أنا أفتدي نفسي، قال لولي القصاص أنا أفتدي نفسي بمال أدفعه لك، أدفع له مالا وهو شقص في عقار، شقص في عقار دفعه من أجل أن يسلم من القتل في القصاص، فليس لشريكه حق الشفعة لأنه لم ينتقل في مقابل مال، وإنما انتقل في مقابل أن يسلم من القتل. نعم. لأنه انتقل بغير مال أشبه المرغوب، ولأنه لا يمكن الأخذ بمثل العوض أشبه المرغوب. نعم. وقال ابن حامد فيه الشفعة لأنه عقد معاوضة أشبه البيع، ويأخذ الشخص بقيمته. هذا قول ابن حامد من الحنابلة، أنه
في هذه الأشياء، في الخلع وفي الصداق وفي الصلح عن دم العمد، تثبت الشفعة ويثمن الشرك هذا، يثمن بما يساوي ويعطى لمن انتقل إليه، يعطى الثمن المقدر لمن انتقل إليه. ولكن هذا خلاف المذهب وخلاف الدليل أيضا، لأن الدليل إنما جاء في البيع ومثله لا يقاس عليه. نعم. الشرط الثاني أن يكون عقارا أو ما يتصل به من البناء والدراس. الشرط الثاني أن يكون المشترك الذي تثبت فيه الشفعة من الأموال الثابتة، من الأموال الثابتة وهي العقار، سواء كان أرضا أو مباني أو بساتين، الأموال الثابتة هي التي تثبت فيها الشفعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: فإذا قامت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، فدل على أن الشفعة إنما هي الأموال الثابتة وهي العقارات، أما الأموال المنقولة فلا شفعة فيها. لو كان بين اثنين سيارة وباع أحدهما نصيبه فليس لشريكه حق الشفعة، لأن هذا مال منقول ليس ثابتا، أو بعير أو طعام بينهما مشترك وباع نصيبه، كل المنقولات ليس فيها شفعة، كل الأموال المنقولة من العبيد والدواب والآليات والمكاين السيارات كلها منقولة، المنقول ما عدا العقار، العقار هو اللي يسمى بالمال الثابت. فالشفعة إنما تكون في الأموال الثابتة، أما الأموال المنقولة فلا شفعة فيها. نعم. أن يكون عقاراً أو ما يتصل به من البناء والدراس، لحديث جابر رضي الله عنه في أول الباب، ولقوله صلى الله عليه وسلم: الشفعة فيما لم يحسن، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وضعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، هذا دليل على أنها في العقار، لأنه هو الذي فيه الحدود وفيه تصريف الطرق. نعم. وفي حديث: إذا قسمت الأرض وحددت فلا شفعة فيها، رواه أبو داود. نعم. وهذا يختص بالعقار فتختص الشفعة به. الشرط الثالث أن يكون شخصا مشاعا، فأما المقسوم المحدود فلا شفعة فيه. الشرط الثالث أن يكون العقار غير مقسوم، أرض مشتركة مشاعة غير مقسومة، وباع أحد الشركاء نصيبه منها تثبت الشفعة. أما إذا كانت الأرض مقسومة، كل واحد له قسمة منها محددة، صاروا جيران، ما صاروا شركاء، صاروا جيران، فليس للجار حق الشفعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا وضعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، لأنهم صاروا جيران، إلا إذا كان بين الجيران شيء مشترك كالمسيل مثلا، هم جيران لكن بينهم شيء مشترك كالمسيل، أو بينهم طريق مشترك، أو بينهم فناء مشترك، فهذا محل خلاف بين أهل العلم، من العلماء من يثبت فيه الشفعة، نظراً لأن المرافق هذه مشتركة لم تقسم فتثبت الشفعة، وهذا هو الصحيح. ومنهم من يقول: لا شفعة ولو كان هناك مرافق مشتركة، لأن القسمة وقعت، وما دام وقعت القسمة فلا شفعة، ومجرد الاشتراك في الطريق أو في السيل أو في المرفق والفناء هذا لا يثبت الشفعة. ولكن الصحيح القول الأول، أنه
تثبت الشفعة بين الجيران إذا كان بينهما مرافق مشتركة لإزالة الضرر، لإزالة الضرر عنهم. نعم. فأما المقصور المحدود فلا شفعة فيه للأحاديث المذكورة. أما إذا قسمت العقارات ولم يكن بينها مرافق ولا شيء مشترك، كل منحاز عن الآخر مجرد الجوار، لا يثبت الشفعة لعدم الضرر في هذا. نعم. مثلا جارك في البيت، واحد بيته بجنب بيتك مجاور لك، أو بستانه بجنب بستانك مجاور لك، وباع بيته أو باع بستانه ولا بينكم مرافق مشترك، فليس لك حق الشفعة عليه لأنه صار منعزلا عنك وأنت منعزل عنه. نعم. فأما المقصور المحدود فلا شفعة فيه للأحاديث المذكورة في حديث جابر رضي الله عنه. الشرط الرابع لقوله صلى الله عليه وسلم الشفعة فيما لم يقسم، فيما لم يقسم، وهذا قسم وانتهى فليس فيه شفعة لأن ما فيه ضرر على الجار من المشتري الجديد، ما على الجار ضرر منه. نعم. الشرط الرابع أن يكون مما ينقسم. الرابع أن يكون العقار مما ينقسم، لأن الشفعة إنما ثبتت من أجل خوف القسمة وتبعيض الملك، فإذا كان الملك لا يقبل القسمة فإنها لا تثبت الشفعة، كما لو كانت دارا صغيرة، حجرة صغيرة، لو قسمت لو قسمت فسدت، حجرة واحدة إذا قسمتها ما صارت تنفع، حجرة بين ثلاثة شركاء مثلا أو بين شريكين، أو دكان صغير بين شركاء وباع أحدهم نصيبه فلا شفعة، لأنه لا يمكن قسمة هذا الصغير، هذا الشيء الصغير، وما دام لا يقبل القسمة فلا يقبل الشفعة، لقوله صلى لأنه صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم، فدل على أن الشفعة إنما تثبت في الأشياء التي تقبل القسمة، هذا من مفهوم الحديث. وهناك قول ثان أنها تثبت الشفعة لأن الضرر فيما لم يقسم أكثر من الضرر في الذي يقبل القسمة، فتثبت الشفعة لأن المعنى الذي شرعت من أجله الشفعة موجود حتى في الأشياء التي لا تقبل القسمة، فهم أخذوه من المعنى. نعم. الشرط الرابع أن يكون مما ينقسم، فأما ما لا ينقسم فلا شفعة فيه كالحمام الصغير والبئر والقرب والعراس الضيقة. العراس لا جمع عرسة يعني البقاع، بقعة ضيقة. نعم. فعن أحمد فيها روايتان، إحداهما لا شفعة فيها والأخرى لأنها لا تقبل القسمة، والشفعة إنما تثبت في الشيء الذي يقبل القسمة، والرواية الثانية ثبوت الشفعة فيها لأن الضرر في هذا أكثر من الضرر فيما يقبل القسمة. نعم. والأخرى فيها الشفعة لعموم الحديث في ذلك، ولأنه عقار مشترك فتجب فيه الشفعة كالذي يمكن قسمته، ولأن الشفعة تثبت لأجل الضرر بالمشاركة، والضرر في هذا النوع أكثر لأنه يتأبد ضرره، يتأبد ضرره لأنه لا يمكن قسمته، أما الذي يمكن قسمته فبإمكان المتضرر أن يطلب القسمة ويقسم، يدفع الضرر بالقسمة، لكن الشيء الصغير هو بالإمكان يقسم، فيدوم الضرر على الشريك، لذلك تثبت الشفعة بأن يتخلص من هذا المشتري ويستخلص هذا العقار الصغير، يسلم من الضرر، ضرر المشاركة. نعم. ولعل هذا أقرب، هذا القول أقرب
لأنه صحيح أن الضرر في ما لا يقبل القسمة أكثر من الضرر في الذي يقبل القسمة، لأن الملاحظ في تشريع الشفعة هو دفع الضرر، والضرر متحقق هنا أكثر. نعم. والرواية الأولى ظاهر المذهب التي تقول بعدم الشفعة في الشيء الصغير، في العقار الصغير. نعم. لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا شفعة في فناء ولا طريق ولا منقبة، فهو الطريق الضيق. وروى أبو الخطاب في رؤوس المسائل. هذا لو ثبت هذا الحديث صار نصا في الموضوع، لكنه ما ثبت ولم يروه أهل الكتب المعروفة. نعم. وروي عن عثمان رضي الله عنه أنه قال: لا شفعة في بئر ولا فحل. ولأن الفحل يعني يقصد فحل النخل، يقصد فحل النخل، لأنه سبق أن الشجر تدخله الشفعة تبعا للأرض. نعم. لا شفعة في بئر ولا فحل، ولأن إثبات الشفعة في هذا يضر بالبائع، لأنه لا يمكنه التخلص من إثبات الشفعة في أصله بالقسمة، فقد يمتنع المشتري لأجل الشفيع فيضره البائع، وقد يمتنع البيع لتسقط الشفعة فيؤدي إثباتها إلى انتفاعها. هذه كلها مبررات للقول الأول، وهو عدم ثبوت الشفعة. وأيضا لا. فإن الشفعة تثبت لدفع الضرر الذي يلحقه بالمقاسمة لما يحتاج من إحداث المعاقبة الخاصة، وهذا لا يوجد فيما لا يحسن. نعم. الشرط الخامس أن يأخذ الشخص كله، فإن طلب بعضه شفعته. الشرط الخامس ثبوت الشفعة أن يأخذ الشخص كله، أن يأخذ الشخص المبيع كله. فلو قال: أنا ما أريد نصيب شريكي كله، أنا يكفيني نصفه أو ربعه، والباقي ما يخالف يبقى للمشتري، نقول: لا يجوز. إما أن تأخذ الشخص المبيع كله، وإما أن تتركه كله. أما أن تأخذ بعضه فهذا يضر المشتري، يضر المشتري أنك تأخذ بعض ما شراه وتترك بعضه. أما أخذه جميع ولا خله جميع. نعم. الشرط الخامس أن يأخذ الشخص كله، فإن طلب بعضه ضمن شفعته، لأن أخذه لبعضها ترك للبعض الآخر، فتسقط الشفعة فيه. ولأنه إذا لم يأخذ إلا بعضه دل على ما عليه ضرر، دل أنه لا ضرر عليه، لأنه لو كان عليه ضرر لأخذه كله. والشفعة إنما شرعت لأجل دفع الضرر. نعم. فإذا سقط بعضها سقط جميعها، لأنها لا تتبعر فتسقط كلها في القصاص. الشفعة حق ثبت في كل الشخص، الشفعة حق ثبت في كل الشخص المبيع، فلا تقبل التبعض أن يؤخذ ببعضها ويترك بعضها، كالقصاص إذا ثبت على شخص فإنه لا يتبعض، فلو عفى بعض المستحقين للقصاص، لو عفى بعضهم سقط القصاص كله، لأنه لا يتبعض. مثلا المستحقون للقصاص 10، واحد منهم عفا، إذا عفا واحد من 10 سقط القصاص ولزمت الدية للباقين، لأن القصاص لا يتبعض، لا يمكن أن يسقط حق الذي عفا ويؤخذ حق الذي لم يعفو. الشفعة مثله، لا يمكن الأخذ ببعضها وترك بعضها، لا بد أن تأخذ بالجميع ولا تترك بالجميع. نعم. مسألة: فإن كان له شفيعان فالشفعة بينهما على قدر سهامهما. إذا صاروا شركاء
مثلا خمسة شركاء، باع واحد منهم من الخمسة، فالشفعة تثبت للجميع، لجميع الأربعة الشركاء الباقين، يأخذونها على قدر أملاكهم. وإذا قال بعضهم أنا ما لي رغبة، فالباقون يأخذون الشقص كله. مثلا ما يقول واحد منهم أنا ما بي إلا الربع، أنا لربع الملك بربع الشقص، يقول لا، يما تأخذه كله ولا تخليه كله. إن كان شركائك يبي يأخذون انصباءهم الحمد لله، وإن كان ما هم بأخذين ولا أخذين إلا أنت، يما تأخذ النصيب كله ولا تتركه كله. قال لا، أنا مالي إلا ربعه. يقول الشفعة ما تتبعض، يما تأخذ كله ولا تتركه كله. نعم. فإن كان له شفيعان فالشفعة بينهما على قدر استهامهما بظاهر المذهب، لأنه حق يستحق بسبب الملك فيسقط على قدره كالأجرة، وعنه على عدد الرؤوس اختاره المعطيل، لأن كل واحد منهما يأخذ الكل أو الفرد، فإذا اجتمعوا تساووا كسرارة الذكر. لو كان ثلاثة شركاء، واحد له النصف، واحد له النصف، وواحد له الثلث، واحد له السدس، ثم باع الذي له مثلا السدس، باع نصيبه، فالشفعة تثبت لصاحب النصف ولصاحب الثلث على قدر أنصبائهم، فيكون لصاحب النصف نصف الشقص، ويكون لصاحب السدس ثلث الشقص، وسدس السدس ثلث السدس، وذاك لها النصف ونصف السدس، هكذا على قدر أملاكهم. الذي له الثلث له ثلث الشخص وله ثلث سدسه، يعني ثلث سدس السدس، وذا لها النصف ونصف سدس السدس. نعم خذناه وزعناه، قلنا هذا له سدس وهذا له نصف السدس. نعم. مسألة، فإن ترك أحدهما شفعته لم يكن للآخر أن يأخذ إلا الكل أو الترك. هذا ذكرنا، قلنا إذا تنازل بعضهم عن الشفعة فالبقية يأخذون الكل ولا يأخذون بعضه ويتركون بعضه. نعم. لأن في أخذ البعض تفريق سلطة المشتري فيتضمن بذلك. قال ابن المنذر: أجمع من أحفظ عنه من أهل العلم على ذلك. السادس: على أنه لا يتبعض، على أن الشفعة لا تتبعض، وإنما تؤخذ كلها أو تترك كلها. نعم. السادس: إن كان وداء الثمن. الشرط السادس أن يكون الشفيع قادراً على دفع الثمن، قادراً على دفع الثمن الذي بيع به الشخص. فإن كان عاجزاً فقيراً ما عنده شيء فليس له شفعة، لأنه يتضرر المشتري. تأخذون شقصي اللي شريته تعطونه واحد معسر ما عنده ثمن، فهذا ضرر على المشتري. إنما تثبت الشفعة لمن يقدر على دفع الثمن في الحال، لأنه لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، فلا يدفع ضرر واحد بضرر الآخر. وإن كان عندك قدرة تدفع الثمن سلمه إن كان قادر، أو تقترض من أحد، أو تدين من أحد، لك الشفعة. إما إن كان مالك قدرة على دفع الثمن فليس لك شفعة، ولا أنا بأخذه وبعدين
أجيب الثمن، يجيب الله بعدين أكتسب ولا أشوف؟ نقول لا، ما في يوم تسلم الثمن الآن ولا مالك شفعة، لأن الشفعة على الفور، شفعة على الفور. نعم. الشرط الثالث إمكان أداء الثمن بقوله عليه الصلاة والسلام في حديث جابر رضي الله عنه: فهو أحق به بالثمن. ورواه الجوزجاني: فإن عجز عنه أو عن بعضه سقطت شفعته، لأن أخذه المبيع من غير دفع الثمن أو بعضه إضرار للمشتري. قال مثلا: أنا أقدر على نصف الثمن، أما النصف الباقي يصبر علي. يقول لا، ولا يصبر عليك، يما تأخذه كله وتدفع الثمن كله ولا تتركه كله، لأن هذا فيه إضرار بالمشتري، لا يصبر عليك. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. نعم، فلا لا ندفع ضرر الشفيع بضرر المشتري. نعم. ولأن ثبوت الشفعة بدفع الضرر لا ينفع بالضرر، فإن عجز عنه أو عن بعضه بطلت الشفعة، لأن من شروط ثبوت الشفعة القدرة على الثمن لما ذكرنا. مسألة: وإن كان الثمن مثليا كالأثمان والحبوب والأنهار أعطاه مثله. إذا كان شراه بطعام 100 كيلو من الطعام يعطيه مثله، مثلاً 100 كيلو من البر يعطيه 100 كيلو بر، 100 كيلو من التمر يعطيه 100 كيلو تمر، هذا مثلي. نعم. وإن لم يكن مثلياً أعطاه قيمته. لو مثلاً صار الثمن سيارة، شرى نصيبه من البيت، نصيبه من البيت بسيارة، سيارة ما هي مثلية قيمية، فيأخذه بمثل قيمة السيارة. قال: كم تسوى هذه السيارة؟ تسوى مثلاً 60,000، يأخذ الشخص 60,000 بقيمة السيارة التي جعلها ثمناً للشخص. نعم، ما نقول له رح جيب لي سيارة، لأن السيارة ما هي مثلية. نعم، المثلي هو الذي يكال أو يوزن، هذا المثلي، المثلي هو الذي يكال أو يوزن، والقيمي هو الذي لا يكال ولا يوزن. نعم. وإن لم يكن مثليا أعطاه قيمته لما ذكرنا في الوصف. نعم. واسأله: وإن اختلف في قدره ولا بينة له. كل المضمونات هذه قاعدة، كل المضمونات المثلي يضمن بمثله، وغير المثلي يضمن بقيمته، هذا في كل المضمونات. نعم. نعم. وإن اختلف في قدره ولا دين لهما فالقول قول المشتري مع يمينه. ثبتت الشفعة وقضي بها، لكن اختلفوا في قيمة الشخص الذي بيع به، فالمشتري اللي يبي يشفع عليه يقول قيمته 100، والشريك الذي يبي يأخذ بالشفعة يقول لا قيمته 70، فمن الذي يصدق؟ يصدق من معه بينة، من جاء بالبينة قبل قوله، وإذا لم يكن معهما بينة فالذي يقبل قوله هنا هو المشتري، يقبل قول المشتري إنه شراه بمئة، ولا يقبل قول الشفيع إنه شراه ب70، يقبل قول المشتري، لأن الشخص بيده، الشخص بيده وهو غارم. نعم. فالقول قول المشتري مع يمينه، مع يمينه يحلف بالله، يحلف بالله أنه شراه 100 ولم يشتره 70، فيعطى ما حلف عليه. نعم. فالقول قول المشتري مع يمينه لأنه أعلم بالثمن، ولأن نعم. ولأن المبيع منه فلا ينزع منه بدعوى مختلف فيها إلا لبينه، لأن الشخص بيده ولأنه غارم هو الذي دفع الثمن وهو أعلم به، عنده علم، بخلاف الشفيع ليس عنده علم لذلك، ما دام ما عنده بينه هو ما عنده علم. نعم. وعلى المشتري اليمين
لأن دعوى البايع محتملة. الشرط السابع لا ما تعتبر بينة لأن البائع مأخوذ منه، فلا يقبل قوله على ما يقبل قوله على خصمه. نعم. الشرط السابع المطالبة بها على الفور ساعة يعلم. الشرط السابع وهو الأخير أن يطالب بالشفعة على الفور إذا علم بالبيع، يقول ترى مشفع. أما لو علم اليوم بالبيع وعقب يومين أو ثلاثة قال ترى شفعت، يقول لا فاتت الشفعة. الشفعة وقت العلم، وقت العلم. ما دام أنك علمت ولم تشفع وتأخرت راحت الشفعة عليك. لكن لو كان ما درى أو غايب ولا علم إلا بعد مدة فله حق الشفعة. متى علم له حق الشفعة؟ متى علم ولو بعد سنين. لكن ما دام إنه علم ولم يطالب بالشفعة إلا بعد مدة فليس له شفعة، لأن مضي الوقت مع علمه يسقط شفعته، لأنه يدل على أنه ما عليه ضرر. لو كان عليه ضرر بادر بطلب الشفعة، ولأن في تأخيرها ضرر على المشتري، يصير في تأخيرها ضرر على المشتري. نعم. الشرط السابع المطالبة بها على الفور ساعة يعلم، فإن أخرها رضى شفعته في الصحيح من المذهب، لقول عمر رضي الله عنه الشفعة كحل العقال. الشفعة كحل العقال يعني بسرعة ما يتأخر، يتحل العقال. وفي الحديث يعني فيما يروى من الحديث الشفعة لمن واثبها، لمن واثبها يعني لمن بادر بطلبها. أما من تأخر مع علمه قال والله بفكر بفكر، عقب مدة قال جزمت على الشفعة، نقول لا، هي ما فيها تفكير ولا فيها خيار، هي على الفور. نعم. الشفعة تحل العقال رواه ابن ماجه، ولأن إثباتها على التراخي يضر بالمشتري. نعم، لأنه ربما يتصرف المشتري أو ربما يتوقف ولا يدري هل يبي يشفع ولا ما هو مشفع، توقفه يسبب له ضرر. أما إذا بادر وطلبها لم يحصل على المشتري ضرر، صار على بينة من الأول. نعم. ولأن إثباتها على التراخي يضر بالمشتري كالرد بالعين، لكونه يستقر ملكه على المبيع فلا يتصرف فيه خوفا من أخذه بالشفعة. يعني ما يتصرف بالمبيع لأنه ما يدري هو يبي يشفع ولا ما هو مشفع. لو قلنا أنه على التراخي تضرر، أما إذا قلنا أنه على الفور صار على بصيرة، إن أخذها منه في الحال انتهى الأمر، وإن تركها هو يتصرف في ما اشتراه. نعم. وقال القاضي يتقيد بالمجلس لأنه كله كحالة العقد. أمر المجلس سهل، يعني إنه ما دام في المجلس فله الشفعة ولو لم يبادر في أول، أمره سهل المجلس. نعم. وعنه أنها على التراخي والمذهب الأول، وهو الذي المذهب الأول وهو الذي القريب يعني من الصواب، لأن فيه دفع ضرر على المشتري. نعم. مسألة إلا أن يكون عاجزا عنها لغيبة أو حبس أو مرض أو صغر. إذا كان تأخره لعذر، إذا كان تأخر المطالبة بالشفعة لعذر، إما أنه غايب ما درى أو أنه محبوس مسجون ولا يستطيع يتصرف، أو أنه مريض ولا طلع، ما يطلع، مريض محبوس بالبيت بالمرض ما طلع ولا يدري عن شيء، فإنه معذور في تأخره فلا تسقط شفعته.
إلا أن يكون عاجزا عنها لغيبة أو حبس أو مرض أو صغر أو صغير ما يدري. ولما بلغ عرف إن 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 شريكه باع وهو صغير له المطالبة، لأنه ما صار يدرك الأمور ويعرف إلا بعد ما بلغ، صغره عذر. نعم. فيكون على شفعته متى قدر عليها، لأن من لا يقدر على الشيء عاجز عنه، فلا يكلف فوق وزره، ولا نعلم فيه خلافا إلا إن أمكنه الإشهاد على الطلب بها فلم يشهد فقد شفعته. كما لو ترك الطلب مع حضوره. مسألة: فإن لم يعلم حتى تبايع ذلك ثلاثة أو أكثر فله مطالبة، أو مريض أو محبوس، والملك تبايعه عدة أشخاص ثم شفع، هو له أنه يطالب الأول أو الثاني أو الثالث، وكل واحد يرجع على من قبله، كل واحد يرجع على من قبله. نعم، ما هو له المطالبة ويتراجعون فيما بينهم. نعم. فإن لم يعلم حتى تبايع ذلك ثلاثة أو أكثر فله مطالبة المشاء منهم، فإن أخذ من الأول رجع عليه الثاني بما أخذ منه والثالث على الثاني. تراجع. نعم. فمتى تصرف المشتري في المبيع قبل أخذ الشفيع فتصرفه صحيح لأنه ملكه، إلا أن الشفيع ملك عليه أن يتملكه، وذلك لا يمنع من تصرفه. كما لو كان الثمن معينا فتصرف المشتري في المبيع فإن تصرفه صحيح ويبالي عليه الرجوع فيه. إذا ثبت هذا فإن المشتري إذا باع الشخص المشروع وباعه المشتري الثاني للثالث فللشفيع أن يفسخ العقدين الآخرين ويأخذ بالأول، وله أن يفسخ الثالث وحده ويأخذ بالثاني، وله أن يفرق الجميع ويأخذ بالثالث. فإذا أخذ من الثالث دفع إليه الثمن الذي اشترى به ولم يرجع على أحد. وإن فسخ العقد الثالث وأخذ من الثاني دفع إليه الثمن الذي اشترى به ورجع الثالث على الثاني بالثمن الذي أخذ منه. وإن فسخ العقدين الآخرين وأخذ من الأول دفع إليه ما اشترى به ورجع الثاني على الأول بما أخذ منه والثالث على الثاني. فإذا كان ثمن العقد الأول 10 والثاني 20 والثالث 30 فإنه يأخذ من الأول 10 ويدفعها إليه، ثم يعود الثاني على الأول 20 ويرجع الثالث على الثاني 30. لا نعلم بهذا خلافا. كل يرجع بما دفع، كل يرجع بما دفع، وتعود الأمور كما كانت. نعم. مسألة: ومتى أخذه وفيه غصن أو بناء أعطاه الشفيع قيمته؟ إيه نعم، المشتري غرس وبنى وهذا تأخر لأنه معذور، الشفيع تأخر لأنه معذور، ثم أخذ بالشفعة، وش مصير البناء هذا والغراس؟ مصيره أنه يأخذه بقيمته، يدفع لصاحب الغراس قيمة الغرس وقيمة البناء، لأنه معذور في بنائه وفي غرسه، لا ليس بمتعد، فلا يذهب ماله هدرا، لا يذهب ماله هدرا. نعم. ومتى أخذه وفيه غصن أو بناء أعطاه الشفيع قيمته هو يملكه، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. وهو لم يتعد في غرسه ولا في بنائه فلا يروح عليه هدر، إنما يؤخذ بقيمته، ولا يقال له اقلع بناك غرسك أو اقلع شجرك أو اهدم البناء، هذا ما يجوز، لأن إتلاف مال، إتلاف مال، فيؤخذ بقيمته على الشفيع. نعم. وإذا
ولا يزول عنهما الضرر إلا بذلك. مسألة: إلا أن يشاء المشتري قلع فله ذلك. إذا قال المشتري ما يخالف، أنا بقلع الغريس أغرسه جثايف، أو أبقض الجدار أباخذ الحجارة اللي فيه أبيعها أو بنيبها مكان آخر، ما يخالف لأن هذا ملكه، إن شاء أخذ ثمنه وإن شاء أخذه هو. نعم. فله ذلك لأنه ملكه، فملك أقلع، ولا يلزمه ضمان نقص الأرض لأنه غير متعدد. صار بالأرض حفر عقبه، صار ما يلزمه أن يصلحها لأنه غير متعدي في عمله هذا. نعم. وقال الفرقي: له ذلك إذا لم يكن في أخذه ضرر. فيحتمل كلامه أنه يلزمه ضمان النقص لأنه قلعه من ملك غيره لتخليص ملكه، أشبه ما لو كسر محفظة إنسان لتخليص دينانه منها. مسألة: وإن كان فيه زرع أو ثمر باب فهو للمشتري يبقى إلى الحصاد والجداد. الذي قريب الأخذ مثل الزرع ومثل الثمر هذا يبقى إلى الحصاد وإلى الجلال، لا يأخذه الشفيع ولا يلزم المشتري بقطعه في الحال، بل يبقى إلى الحصاد لأن في أخذه في الحال ضررا على المشتري. نعم. لأنه زرعه بحق فوجب إبقاؤه، كما لو باع الأرض المزروعة والشجر الذي عليه ثمر باقٍ. مسألة: وإن اشترى شخصا وسيفا في عقد واحد فللشفيع أخذ الشخص بقصته. لو مثلا اشترى شيئين، واحد فيه شفعة وواحد لا شفعة فيه، سيف وشخص، الشخص فيه شفعة والسيف ليس فيه شفعة لأنه منقول، بثمن واحد شرى الأرض والسيف بمئة ريال، وأنتم تقولون السيف ما فيه شفعة، وش يعمل؟ يأخذ الشخص بقيمته، والسيف يبقى مع المشتري، يقوم كل منهما، يقال مثلا هو ثمن الجميع اللي شرابه 100 ريال، يقوم الشخص مثلا، يقال الشخص يسوى 50 ريال والسيف يسوى 30 ريال، اجمع 30 و50 كم صارت؟ 80. ياخذ، إذن صار نسبة الشخص 5 من 8 5 أثمان، يعني 5 أثمان المئة، ياخذ الشخص ب5 أثمان المئة هكذا. نعم. وإن اشترى شخصا وسيفا في عقد واحد فللشفيع أخذ الشخص بحصته من الثمن. أو أقرب لكم مثال: شراهم ب100 ريال، شخص وسيف ب100 ريال، قلتم السيف ما فيه شفعة والشخص هو اللي فيه الشفعة، ثمنوهن، الشخص يساوي 50 والسيف يساوي 10 ريال، اجمع 10 مع 5 كم المجموع؟ 6. إذن له يأخذ الأرض بخمسة أسداس المئة. هنا ويحتمل القيمة في الشخص، ما نعرف قيمة الشخص لمن ثمنهم جميع وننسب بعضهم البعض، ما نعرف قيمته لمن ثمنهم جميع وننسب بعضهم البعض، الحصص يعني محاصة. نعم. ويحتمل ألا يجوز لما فيه من تبرير الصفقة عن المشتري وعن مالك. نعم. وإن اشترى شخصا وسيفا في عقد واحد فللشفيع أخذ الشخص بقصته من الثمن. هذا القول الأول، أنه يأخذ حصته من الثمن، يثمن كل منهما ويطلع بالمحاصة. نعم. ويحتمل ألا يجوز لما فيه من تبرير الصفقة على المشتري. الاحتمال هذا قول لبعض الأصحاب، ما هو من كلام الإمام، احتمال يعني احتمال لبعض الأصحاب،
أنه تسقط الشفعة في هذه الصورة هذه، أنه إذا باع شيء ما فيه شفعة وما لا شفعة فيه بثمن واحد أنه لا شفعة حينئذ، لأن الشفعة ستبعض المبيع على المشتري ويحصل عليه الضرر، فتسقط الشفعة بسبب وجود ما لا شفعة فيه معها دفعا للضرر عن المشتري. قال أنا شاريهن على أنه الجميع، إلا بغى تروح عن الأرض ولا يبغى معي إلا السيف هذا ضرر علي. لذلك يقال في على هذا الاحتمال لا شفعة دفعا للضرر عنه. والقول الثالث الإمام مالك يقول الشفعة في الجميع، له أن يأخذ بالشفعة في الجميع بالأرض والسيف، ويكون السيف تابع، يكون السيف تابعا للأرض كما قلتم إن البناء والغراس تابعا للأرض فيكون تابع. إذن الأقوال ثلاثة، القول الأول لا شفعة في الجميع، والقول الثاني الشفعة في الجميع كما يقول الإمام مالك، والقول الثالث الشفعة في الشخص بحصته من الثمن، وهذا مذهب الحنابلة. نعم. وعن مالك رحمه الله تثبت الشفعة فيهما في الجميع يعني دفعا للضرر. نعم. لئلا تتبعض الصفقة على المشتري. اي نعم، دفعا للضرر لئلا تتبعض الصفقة على المشتري، فيكون السيف تابعا للشخص ويغتفر في هذا، وهذا وجيه الحقيقة، الكلام هذا وجيه جدا. نعم. ولنا لأنهم قالوا الغراس والبناء يتبع الأرض، مع أن الغراس وحده أو البناء وحده لا شفعة فيه، لكن صار تابعا. نعم. ولنا أن السيف لا شفعة فيه ولا هو تابع لما فيه الشفعة. هذا القول الأول، دليل القول الأول لنا يعني القول الأول اللي هو المذهب. ولنا أن السيف لا شفعة فيه ولا هو تابع لما فيه الشفعة فلم يؤخذ بالشفعة كما يعطله، وما يلحق المشتري من الضرر فهو ألحقه بنفسه بجمعه بينما ثبتت فيه الشفعة وما لا تثبت فيه. ما ألحقه بنفسه، هو ما درى أنه بيؤخذ منه بشفعة، وما درى أنه بيؤخذ منه بشفعة. نعم. ولأن في أخذ الكل ضرارا له، لأنه ربما كان غرضه في السيف فيكون غرضه منه إضرارا به من غير سبب يقتضيه. لا، قول الثالث اللي هو قول مالك وجيه جدا. نعم. كتاب الله يكفي. أي ولا ينظر للأملاك على عدد الرؤوس، أرض مشتركة بين عشرة، واحد له نصف وواحد له سدس وواحد له كذا وواحد له كذا، يقول على عدد الرؤوس كل له العشر، يأخذ العشر ولو ماله إلا أقل من العشر. هنا إذا باع رجل نصيبه في عقار على رجل آخر ولم يبني شريك هذا الرجل الضرة بالشفعة إلا بعد مضي وقت طويل من المبايعة، فهل الشريك حق بالشفعة بعد ذلك؟ هذا مر علينا أنه من الشروط أن يطالب بالشفعة في الحال إذا علم، فإن أخرها من غير عذر فلا شفعة له، هذا من شروط الشفعة أن يطالب بها في الحال، فإن أخر الطلب من غير عذر فلا شفعة له. نعم. فضيلة الشيخ وفقه الله، ما معنى قول ابن حامد ويأخذ الشخص بقيمته؟ بينا قلنا إذا باع ما لا شفعة فيه وما فيه شفعة يقوم كل منهما ويجمع قيمة الشيئين وينسب قيمة كل واحد منهما إلى المجموع، ويؤخذ له من الثمن الواقع بقدر نسبته، يؤخذ له من الثمن الواقع بقدر نسبته، هذا ما يسمون بالمحاصة،
بالمحاصة، مثل ما قالوا في تركة الميت إذا ضاقت عن ديون الغرماء، أو مال المفلس إذا ضاق عن ديون الغرماء يقسم بينهم بالمحاصة. نعم. الشخص النصيب، الشخص معناه النصيب في العقار، هذا الشخص، الشخص هو النصيب في العقار. نعم. أما النصيب في غير العقار ما يسمى شخصا، النصيب في غير العقار لا يسمى شخصا. نعم. اي نعم. اذا رضي المشتري ياخذ حقه من نصيب الربع، اذا رضي ما يخالف هذا صلح يسمى. نعم. الصلح جائز بين المسلمين. اي نعم. مرافق المشتركة مثل المسائل، السيل الذي يشترك بين عدة بساتين، أو مثلا النهر الذي يسقي، النهر الذي يسقي عدة أملاك، مختص بأملاك، هذا من المرافق. أو مثلا الفناء، مثلا ثلاثة بيوت أمامها مواقف سيارات مشتركة للجميع، هذا من المرافق، من المرافق المشتركة. هالمواقف خاص بهذه العمارات الثلاث، هذا مشترك، مرفق مشترك. مثلا طريق بين أملاك، طريق خاص ما هو عام للناس كلهم، طريق خاص بين أملاك، بين بيوت أو بين بساتين، لهذه البساتين أو لهذه البيوت، هذا مرفق مشترك بين الجميع. نعم. ليس للولد أن يطلب الشفعة على أبيه، الولد لا يشفع على أبيه، إذا كان المشتري هو الوالد والمشفع هو الابن فليس للولد شفعة على أبيه، قوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك. والولد لا يطالب أباه بالدين، لو كان له على أبيه دين فليس للولد أن يطالب به، لكن الوالد لو أعطاه ما يخالف، لو دفع له الدين ما يخالف، أما أنه يطالبه ما يجوز هذا، ولا يشكى له عند المحاكم، ولا ما يشكى للولد على والده. نعم. إلا إذا بذل الوالد هذا الشيء بطيبة من نفسه، لأن الولد ملك للوالد. نعم. ويأخذ من ماله ما أراد مما لا يضر بالولد. ها؟ العكس يجوز، للوالد أن يشفع على ولده، أنه إذا جاز يأخذ ماله بدون عوض أن يأخذه بالشفعة باب أولى. نعم. الجار أحق بصقبه إذا كان بينهما شيء مشترك، فهو أحق بصقبه،
أما إذا كان منعزلا بمرافقه وحقوقه وليس له علاقة بالجار فلا شفعة، لا شفعة لحديث الشفعة فيما لم يقسم. فإذا صرفت، فإذا قامت الحدود وصرفت، فإذا وضعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أشقد مشتركة في المدخل، ومشتركة في مرافق، مشتركة في الطرق والسلالم، وفيها الشفعة. هذه فيها الشفعة، وإن كانت أشقد كل الشقة لكن هي مشتركة في المرافق، فيها الشفعة على الصحيح. نعم. قول المؤلف رحمه الله: لا عوض فيما حدث للأرض من الضرر، ربما أن المشتري لم يستأذن شريكا. قول المؤلف رحمه الله: لا عوض فيما حدث للأرض من الضرر، ربما أن المشتري لم يستأذن شريكا عند الشراء. لأنه لم يتعدى، أخذ ماله، أخذ الغراس من الأرض، وله أخذه، ما ترتب على المأذون فلا ضمان فيه، مأذون إلا أنه يقلع الشجر هذا إذا أراد، وما ترتب على المأذون فهو غير مضمون عليه. قض الجدار وأخذ الحجارة، حصل في الأرض شيء من الحفر أو شيء من الأنقاض، لا حرج عليه في ذلك، لأنه لا يمكن تخلية الملك إلا بذلك، وهو مأذون له في هذا، فهو لم يتعدى. نعم، لم يتعدى. نعم. هذاك الغاصب، الغاصب هو الذي إذا قلع شجره أو هدم بناءه فإنه يضمن ما يترتب من الضرر، لأنه غير مأذون له في الغرس ولا في البناء، متعدي. نعم. إذا ثبت هذا، إذا ثبت أنه متحيل وأنه مبيع، وأن هذا الشخص مبيع وليس موهوبا، فله الشفعة إذا ثبت هذا. نعم. أقول يا شيخ رحمه الله: اشترى شخص أرضا ثم بعد مدة من الزمن شاركه آخر لقيمة تلك الأرض وأصبح شريكا له، فهل إذا باع الشريك الأول قصته إلى مشتري آخر يكون للشريك المتأخر حق الشفعة؟ نعم، الشريك له حق الشفعة، سواء كان أصيلا وشريكا من الأول أو كان شريكا فيما بعد، الشفعة تثبت لكل شريك متقدم أو متأخر. نعم. يقول غير الشيخ رحمه الله: ذكر الفقهاء رحمه الله بأن من شروط الشفعة أن يكون للشفعي ملك سابق، فإن اشترى اثنان دار صفقة واحدة فلا شفعة لأحدهما على صاحبه. فأبى يا قضية الشيخ أن تشرحوا لنا معنى ذلك وما هو المقصود بقولهم فلا شفعة لأحدهما على صاحبه. هذا في الأول، إذا شروا جميعها الأرض، جميع شروها اشتروها جميعا كلهم دفعوا ثمنه، صارت ملك كلهم، ليس لأحدهم أن يشفع على الآخر في هذا العقد الذي دخلوا فيه ملكية الأرض، إنما لو باع بعضهم فيما بعد فللشريك أن يشفع على شريكه. نعم. أما العقد الذي دخلوا به وملكوا به الأرض ليس لأحدهم أن يشفع على الآخر، لأنه لم يكن هناك ملك سابق، هذا ملك إنما حصل بسبب هذا العقد. نعم. يقول فضيلة الشيخ رحمه الله: في الحديث الذي رواه جابر وفيه لا يحل له أن يبيع حتى يستأذن شريكه رواه مسلم، السؤال: هل هذا النهي للكراهة أو للتحريم؟ وهل يعذر الشريك في الجهل بالحكم؟ النهي للتحريم، لأنه تعد على حق الغير، يعني كونه يجحد البيع ويكتم البيع ولا يؤذن شريكه، يقول له هل لك رغبة ترى يبيع، هذا فيه إضرار بشريكه،
فيأثم بذلك لأنه تعدى على شريكه، فيحرم. النهي للتحريم هنا. المشتري ما عليه، المشتري ما هو متعدي. المشتري قال له تعال اشر منه، قال ما يخالف. ما هو اللي يستأذن المشتري، اللي يستأذن البايع. البايع هو اللي يستأذن من شريكه، يقول ترى يا ببيع هل تبي الشقص ولا ما تبي. يعرض على شريكه أولا، ولا يبيع على واحد خارجي إلا إذا كان شريكه ما له رغبة. إيه نعم، أن هذا من حسن المعاملة ومن الصدق مع الشريك ومن دفع الضرر عن الشركاء. نعم، لا يحل له أن يبيع حتى يستأذن شريكه، فإن لم يستأذنه فإنه يأثم بهذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ رحمه الله في هذه المسائل الفقهية التي يقول فيها خلاف، فعليه كيف يقضى وكيف يمضي القاضي بين المتخاصمين؟ فهل يمضي حسب ما يراه أم أن المحكمة تجعل هناك راجحا وتلزم القضاة بذلك؟ القاضي يحكم بما تبين له أنه موافق للدليل، يأخذ من الأقوال ما ترجح لديه بالدليل، وإذا حكم به لزم، لأن حكم القاضي يرفع الخلاف، فيحكم بما ترجح بالدليل. وإذا كان المحكمة ألزمت بمذهب من المذاهب، والقاضي مثلا في هذه المسألة لا يرى رجحان هذا القول، فيحيل القضية، ما يحكم فيها، يحيلها إلى قاض آخر، ما يحكم بشيء وهو يرى أنه ما هو صحيح، ما يجوز له هذا، لكن يحيلها على غيره. هذا الحل. نعم. يقول فضيلة الشيخ رحمكم الله، ما حكم البيع بالأجل؟ بمعنى أن رجلاً اشترى سلعة وقال سأدفع لك بعد الشهر بنفس سعر اليوم الذي اشتريت فيه. نعم. ما حكم البيع بالأجل؟ نعم. بمعنى أن رجلاً اشترى سلعة وقال سأدفع لك بعد شهر بنفس سعر اليوم الذي اشتريت فيه. ما أدري، ما هو واضح السؤال. رجل. رجل اشترى سلعة. نعم. قال سأدفع لك بعد شهر. بنفس سعر اليوم الذي اشتريت فيه. كيف؟ ما يصح البيع إلا بثمن معلوم. ما يصح البيع إلا أن يكون الثمن معلوماً، معلوم القدر ومعلوم النوع والجنس. ما يكون الثمن يعني مجهولاً ولا يتبين إلا عقب شهر أو شهرين. هذا ما يصح البيع. يكون الثمن معلوماً عند العقد. نعم. هذا كله من أكل المال بالباطل، ومن أجل الجشع من أصحاب المحلات، من أجل أن يصرفوا الزبائن إليهم علشان هالجوائز. وإذا كان هذا برقم وسحب، هذا القمار، الرقم والسحب، حظك نصيب، يا هذا اللي يا نصيب، هذا هو القمار والعياذ بالله. لا يجوز. صدر فيه فتاوى من هيئة كبار العلماء ومن لجنة الإفتاء أن هذا لا يجوز، وهو من القمار ومن المضارة بالناس وأصحاب المحلات، لأن الذي ما يجعل جوائز ينصرفون الناس عنه، يتضرر ولا يضطر أنه يجعل جوائز، وهو ما يرغب هذا ويكره هذا. الواجب منع هذا التلاعب وهذا الجشع الذي يفعلونه. أما إذا كان عن طريق السحب فهذا هو القمار الواضح، هذا هو القمار الواضح الذي لا شك فيه، ميسر. نعم. بدون قيمة، حظك نصيبك، يطلع لك رقم
تأخذ سيارة ما يطلع لك رقم ما لك شيء. تشتري ما هو علشان السلعة، تشتري علشان الجائزة. إلى دري إن فيه جائزة سيارة ولا يروح ويشري سلع من أجل يدخل رقم يطلع له جائزة، يخاطر. قد يشتري سلع وهو ما له فيها رغبة أبدا. هذا اللي يريدونهم. ها؟ كلها من أكل المال بالباطل. المسابقات دي كلها من أكل المال بالباطل. ولا يجوز أخذ العوض إلا فيما رخص فيه الشارع من الثلاثة الأشياء: في نصل أو خف أو حافر، لأن هذه تعين على الجهاد، هذه وسائل جهاد. أما هالجوائز التي على غير الجهاد على غير وسائل الجهاد فهي من أكل أموال الناس بالباطل والإضرار بهم والتغرير بهم، ويشترون أشياء ما لها قيمة علشان يحصلون هالجائزة. نعم. يجعل رقم مثلا في غلاف البيبسي ولا غلاف المشروبات، من عثر عليه فله سيارة، يروح يشري صناديق علشان لعله يعثر على هالرقم هذا وهو ما له بها حاجة، ينثرها في الشارع ويدور بالغطاءات لعله يعثر على هالرقم. هذا كله من أكل المال بالباطل. نعم. كذلك الحليب، كذلك الألبان يجعلون فيها هذا اللعب، وهذا كل هذا ما يجوز. نعم. ما عرف عن البنوك أن تعامل معاملات إسلامية، هذا كذب. ما عرف عن البنوك في العالم كله أن تعامل معاملات إسلامية، إنما هذا تغطية كذب ولا يجوز. نعم. أقول رضي الشيخ وفقه الله، هل يجوز شراء المنتجات التي يصوبها الغادرة مثل الخبز واللبن المنتشر الآن في الأسواق؟ السلع المباحة ما في شك لا بأس، السلع المباحة ما في شك. أما السلع التي يخشى أن يدخل فيها مواد محرمة، اللي يتحقق أن فيها مواد محرمة، هذه لا تجوز لا من الرافضة ولا من غيرهم. السلع التي يدخل فيها مواد محرمة هذه لا تجوز لا من الرافضة ولا من غيرهم. أما السلع التي ليس فيها مواد محرمة فهي جائزة من الرافضة ومن غيرهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من المعلوم أن الماء إذا تحلل لطاهر كالشارب وطهر ونحو ذلك لا يحل الوضوء منه ولا يجزئ بالصلاة لأنه تغير لونه، لكننا نرى أن مياه السيول والأحطاب تتحلل بطاهر وهو التراب فأشبه ما يكون الطين، ومع هذا يصح الوضوء منه. أرجو منكم إيضاح الفرق بين هذين الأمرين. السيول لا يمكن التحرز منه، تغيرها بالتراب وبالأشجار هذا لا يمكن التحرز منه، لا حرج في ذلك. إذا تغير الماء بسبب مجراه أو بسبب التربة أو بسبب الأشجار التي تتساقط فيه أو الرياح التي تلقي فيه الأشجار، هذا لا يمكن التحرز منه ولا ضرر فيه، وهو طهور والحمد لله. إنما الكلام في المياه التي يلقى فيها الشيء قصداً، يلقى فيها أشجار حتى تتغير تغيراً كثيراً، هذه محل البحث. وأما ما تحول عن اسمه إلى اسم آخر هذا لا يتوضأ به، مثلاً الشاهي، القهوة، هذه ما تسمى ماء، تسمى قهوة، تسمى شاهي. إذا تحول الماء عن اسمه إلى مسمى آخر فإنه لا يحل الوضوء به، شاهي، قهوة، أو ما أشبه ذلك من المتغيرات التي تحولت عن اسم الماء إلى اسم آخر. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.